بلدنا دي بلد المواهب، يعني بجد مصر ولادة دايما، واحنا أهل المغنى والموسيقى والعزف. اللي شفتوه ده طبعا مايسترو، والمايسترو يعني عالم من الموسيقى، بيبقى طبعا ممكن يكون عازف ماهر على آلة بعينها، عاشق ليها، متدرب وخلاص عارف كل أدواته فيها، لكن الأجمل لما يبقى مايسترو لكل الآلات وألحان وحفلات وموسيقى ما بين التراث والغرب. الحفلات اللي شفتوها دي أعتقد يمكن معظمها كان خارج مصر وفي أوروبا، لكن تفاصيل، تعالوا للتفاصيل. دكتور محمد شرارة، حفيد الموسيقار الكبير والملحن عطية شرارة، اتعلم آلة الكمان من جده. طبيعي جدا الجد يكون بيعزف كمان، فالحفيد يبقى متعلق، لكن الحفيد الحقيقة متربي في عيلة كلها بتعزف آلات مختلفة، تشيلو، بيانو، كمان، يعني حالة جميلة جدا. هو الآن مايسترو كبير جدا، موجود في السويد وبيقدم حفلات كتيرة مختلفة في السويد وألمانيا، وكمان بيقدم معزوفات ويكون فيها الدمج ما بين التراث الشرقي والأوروبي. سمعتوا في اللي فات ده حاجة خاصة لعبد الوهاب وليلى مراد، يعني حفلات كتير هعرف تفاصيلها. آخر حفلاته كانت ليلة راس السنة في دار الأوبرا المصرية في اسكندرية، قاعة سيد درويش. يعني كل الكلام اللي بقوله كله جميل، سيد درويش ومقطوعات وحفيد، ويعني حاجة جميلة جدا. تعالوا كده نقرب للكمان شوية، كمان حلوين نسمعهم مع العازف الماهر والمايسترو محمد شرارة. مساء الخير. مساء النور. أكيد أنت تحب المايسترو أكتر من دكتور محمد. أنا أحب حقيقة الفنان أكتر، الفنان. يعني لأن هو الفن شامل أكتر من كل الحاجات دي، شامل كل شيء. الحقيقة انت حفيد ليه عطية شرارة؟ يعني هل اولا العيلة دي جينات العزف فيها؟ يعني كل آل شرارة يعزفون، يعني اعتقد في تشيلو، في بيانو. مظبوط، في تشيلو، في بيانو، في فلوت. اختي خلود شرارة دكتورة آلة الفلوت في معهد الفلوت، كمان وفي كمان طبعا في تشيلو تاني اخويا عمر، وفي كمان رابع محمد محي شرارة واحمد حسن شرارة، دول كمان برضو. ده انتوا ممكن تعملوا اوركسترا. احنا عاملين فرقه السداسي شراره اسمها، اللي هي طبعا بتاعه الاستاذ عطيه شراره، موجوده هو اسسها من زمان. الاول كانت ثلاثي وبعدين كبرت لحد ما دخل الاحفاد، فبنطلع على المسرح 12 واحد مثلا، يعني ما شاء الله مديرين. كله وكل واحد على آلته ونعزف الموسيقى بتاعته. والكمان موجوده في البيوت، يعني هي اهم حاجه في اي بيت شراره. في غالبا كده. لا انا عندي والدتي بتعزف بيانو طبعا. بيانو. يعني هي برضو والدك تشيلو. والدي تشيلو. فآلة البيانو من الآلات الاهم الحقيقه، لان هي آلة بتاسس عليها السمع الموسيقي. صحيح. قبل يعني دايما الطفل بنحب ان هو يعزف بيانو الاول، او هو حتى بيحب الواحد يعزف بيانو الاول عشان قبل ما يظبط النوتة الموسيقية، يظبط النوتة والآلة مظبوطة بطبيعتها. الآلة بطبيعتها مظبوطة، فبيسمع كويس قوي يعني. اكيد. طيب قبل ما اسالك على السويد نسمع وبعدين نرجع نتكلم. نسمع. انا احب ابتدي ب طبعا حاجه للاستاذ عطيه شراره في ذكراه، يعني اعزف له مقطوعه ذكريات من مؤلفاته. تمام. للكمانجه نسمع جزء منها يعني. ماشي.
الله، انا دلوقتي عرفت ليه قالت الكمان بيطلقوا عليها عنوان المناجاة ومحاكاة الوجدان من كتر ما هي قريبة قوي من الاحاسيس. هي صوتها كمان بيقدر يعبر عن قوي احساس الشخص اللي بيعزفها يعني او المؤلف الموسيقي. وهي طبعا الآلة كمان فيها ميزة ان النطاق الصوتي بتاعها كبير قوي، من تحت غليظ لحد فوق رفيع. زي دلوقتي انا عزفت الجملة مرة تحت ومرة فوق، فبتدي الوان صوت مختلفة. أكيد. دي بتبقى مهمة جدا. في بعض الآلات التانية بيبقى نطاق الصوت بتاعها اقل او غليظة قوي بس. ايوه، لكن الكمانجا فيها الميزه دي انها غليظه فيها بحر من النغمات. الله، بالظبط، مختلف. طيب انا يعني طبعا لاني عارفه انه الكمان ودراستك، انت درست الاول في مصر وبعد كده عملت الدكتوراه، يعني ماجستير ودكتوراه في الخارج في المانيا مزبوط. اعتقد لكن انت رجعت تاني برضو وبتعزف. المزج اللي بتعمله كمايسترو بقى ما بين التراث الشرقي والغربي، وكلمني كمان على الجمهور اللي بيحضر. ده يعني طبعا الحاجات اللي شفناها فيها عبد الوهاب وليلى مراد جمهورها اكيد مش مصري، مش يعني مصر او مزبوط. مش عربي يعني. بالظبط. هو طبعا الفكره دي كانت عندي من زمان، من ايام ما كنت طالب في المعهد هنا في الكونسرفتوار. كنت دايما تيجي مثلا عشان احنا بندرس موسيقى كلاسيك، فاحيانا ممكن الواحد علشان عارف التراث العربي بتاعه يلاقي مثلا جمله شبيهه قوي مثلا بمقطوعه لبيتهوفن، او جمله عاملها موتسرت شبه حاجه مثلا عاملها عبد الوهاب. هي مش نفس الجمله بس نفس المقام، نفس الروح. فكان الواحد يجرب كده يقوم ايه ده، طب ده ممكن تتعمل بشكل عربي، فممكن اعمل مزج ما بين اما كبرت وبقيت بألف وبوزع موسيقى، ابتديت افكر ازاي ممكن اعمل الحكايه دي جوه الاوركسترا. الاوركسترا بطبيعته هو بيعزف موسيقى غربيه كلاسيك، لان الالات اللي فيه ما فيهاش رباع تون اللي هو بيتميز بيه الموسيقى العربيه. فقلت ابسط شيء نعمله ان احنا ندخل الات شرقيه في الموسيقى الكلاسيك، في الاوركسترا الكلاسيك. وابتديت افكر ايه اكتر حاجه ممكن تنفع. لقيت الاعمال الموسيقيه اللي فيها مقدمات موسيقيه، زي مثلا المقدمه بتاعه ام كلثوم، مقدمه الفن بتاعه عبد الوهاب، سولو الفن بتاع كمانجا، ليلى مراد انا قلبي دليلي عشان هي على ايقاع فالس برضو. مين اكتر الملحنين، او كمان لانه كان بيبقى ملحن وكمان بيهتم بالتوزيع، اللي لقيت عندهم المساحه دي؟ يعني خلينا نقول طبعا موسيقار عبد الوهاب، بليغ حمدي. اكيد عبد الوهاب وبليغ حمدي، و يعني من اكتر الناس اللي برضو لفت انتباهي بيها في الموضوع دوت عطية شرارة، لان هو طبعاً متاثر بالموسيقى الغربيه. هو كان بدايه دراسته غربيه، صحيح. فحتى المقطع اللي عزفتها دلوقتي الذكريات دي، ممكن لو حد ما يعرفهاش ممكن ما يقولش قوي انها موسيقى عربيه. ايوه، يفتكرها حاجه يفتكرها غربيه. حاجه غربيه. ليه مؤلفاتنا الشرقيه احنا مش 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 بنتكلم عليها، رغم ان احنا عندنا تاليف موسيقي حلو؟ يعني عندنا مؤلفين موسيقيين عملوا مجهود كبير. صحيح البدايات الاولى كنا بنستخدم دايما موسيقى تصويريه في الافلام، كلها موسيقى كلاسيكيه. يعني صحيح. يعني دايما كانت الموسيقى الكلاسيكيه في اي فيلم ابيض واسود موجوده، سواء ايقاع سريع او غير، وكنا بنحبها. صح. بس ما كناش عارفين نميزها. بس في الوقت بقى دوت في تاليف موسيقي في الوقت دوت عربي ومصري. كان ساعتها السينما حتى متاثره بشكل كبير طبعًا بالسينما الغربيه، وبناء عليه كان الاشخاص اللي بيعملوا الموسيقى التصويريه، مش المؤلفين، اللي بيركبوا الموسيقى في الافلام، كانوا بيسمعوا مزيكا كتير قوي. فكان يسمع مؤلفه يقول دي تنفع تبقى اكشن، او تنفع تبقى جزء دراما، او ينفع تبقى مشهد حب، فكان ياخدها من موسيقات غربيه يحطها جاهزه على الايه، على الفيلم. وكان عدد المؤلفين المصريين قليل، ما كانش صحيح كتير، لسه ما كانش فيه اجيال. كان جيل اول كان علي اسماعيل وكان عطيه شراره، واجيال كان عدد قليل. لما ظهرت اجيال من المؤلفين في الفتره مش الاخيره بس بعد كده في التسعينات واحنا طالعين والثمانينات، بقى لا بقى خلاص بقى عندنا النهارده عندك فيلم سينمائي او مسلسل، ما بقيناش بنستورد اي موسيقى. بقى المؤلف الموسيقى بالعكس، بقينا بنحب الموسيقى بتاعتنا جدا، لان هي كمان موظفه جدا على مثلا موقف درامي او حاجه. انا عارفه ان انت تاثرت بالقضيه الفلسطينيه جدا. طبعا كلنا تاثرنا طبعا، وعزفت شدوا بعضكم، وهي جملتين ثلاثه بتغنيها سيده كبيره طبعاً، ولكن مؤثره جدا. والسوشيال ميديا الحقيقه كان ليها يعني السبق في انتشار المقطوعه دي. صحيح. انا لما سمعتها
لقيتها جمله بسيطه جدا بس اثرت فيا قوي. مع انها جمله واحده تقريبا بس لا التاثير بتاعه المقام اللي الست بتغني فيه يعني يلمس قوي الوجدان يعني. ولامس مع الكمان جدا. ايوه جدا. نسمعه مع بعض. يلا بينا. شدوا بعضكم يا اهل فلسطين، شدوا بعضكم ما ودعتكم فلسطين، ما ودعتكم. الحقيقه يعني هي جمله بس قد ايه فيها شجن ومعبره. طبعا. طيب بما ان احنا بنتكلم عن موسيقى وانت موجود ما بين السويد والمانيا، تاثرت اكتر بفاجنر وهو مهتم قوي بالالات الموسيقيه. فاجنر بالذات من المؤلفين طبعا العظماء في مجال الاوبرا. طبعا لان هو مؤلف اوبرات كتير. صح. المنافس لفيردي. مظبوط، فيردي في ايطاليا وفاجنر في المانيا. اتاثرت بيه طبعا، اتاثرت بيه لان احنا كنا ايام ما كنا طلبه حتى كنا لازم نسمع اعمال فاجنر، كانت من الحاجات الاساسيه في الدراسه عندنا، لان طبعا. هو عمل طفره في الموسيقى الاوبراليه الالمانيه. والنهارده يعني لو في اوبرا بتتعرض لفاجنر في المانيا غالبا بتبقى كامله العدد يعني. طبعا ما انا رحت عشان كده بسالك. ايوه. فانا عارفه انه فاجنر قد ايه حاجه مؤثره، وانا اللي بيعجبني الحقيقه والناس لو بتتابع موسيقى فاجنر فيها حب للالات. يعني انت في موسيقى فاجنر تسمع كل اله على حده بالسولو بتاعها واضحه. هو مش حب على قد ما هو فهم عالي جدا للاله وطريقه اصدار الصوت منها. هو مؤلف فاهم بالظبط كل اله ايه المناسب ليها. فاللي بيكتبه للفايولينز للكمانجات يعني مكتوب بالظبط للآلة، اللي بيكتبه لآلات النفخ مختلف، اللي بيكتبه لآلات الخشب. فهو عنده درايه وفهم عالي جدا جدا بالكتابه للآلات لكل آلة. كل آلة. طيب انت ما بتتبسطش دلوقتي انه كمان مطربينا يعني يمكن الاجيال الجديده، لما بتكلم على انغام وعمرو دياب وحماقي، بقوا يحبوا يستخدموا الالات الموسيقيه بشكل مختلف. يعني التوزيع بقت حتى في الاغاني القصيره بقى واضح، يعني بقت الناس تسمع الالات اكتر من الاول، اكتر منها حاجه ايقاعيه واحده جمله واحده. يعني هو طبعا ده بيرجع لحاجتين. اول حاجه في بعض من المغنيين اللي حضرتك ذكرتيهم هم دارسين اصلا، يعني طبعًا. دارسين في بعض الموسيقى العربيه وفاهمين طبيعه الالات دي ازاي. والحاجة التانية الناس اللي بتلحن لهم أو الموزعين، اللي زي ما قلت لحضرتك في الفترة السنين الأخيرة الملحنين والموزعين على درجة عالية من الدراسة، وفي منهم خريجين كونسرفاتوار وموسيقى عربية ومش مجرد هواية مثلا أو كده، لا دارسين، فعارفين برضو بيكتبوا لكل آلة بشكل، عارفين إن الصوت ده أو السولو ده بيبقى كويس للآلة دي، والتوزيع بيبقى مكتوب متأيف زي ما بيقولوا على الآلات معينة. فده طبعا كل ده بيجي من الدراسة ومن دراية المؤلف أو الكاتب للموسيقى دي بشكل الآلة وبطريقة إصدارها للصوت. وبالتالي لما بيكون ليهم حفلات إحنا بنسعد بظهور الآلة بقى لما تعمل سولو. لما بنشوفها على المسرح. بنشوفها على المسرح بالظبط. ده اللي كان بيحصل حتى في وقت أم كلثوم، يعني لما كانوا بيروحوا يسمعوا نفس السولو. هو ما كان ساعتها ما كانش أعتقد فيه تسجيلات قوي، بس اللي سمع الحفلة قبل كده، لأن الحفلة كانت بتتعاد تاني، كان يروح تاني عشان يسمع سولو الحفناوي مثلا. طبعًا. أو برضو عبد الوهاب عمل سولو رائع لأغنية الفن لعبد الوهاب. طبعًا. عزفه أنور رومانسي. الناس كانت دايما لازم تحب تسمع السولو ده كده، يعني كل آلة طبعا ليها السولو بتاعها. ايه الحاجات اللي انت في المزج ده ما بين التراث الغربي والشرقي في حفلاتك في السويد او في المانيا كانت بتلقى حقيقي اعجاب؟ اكتر المعزوفات كانت ايه؟ هي الفكره مش في المعزوفه نفسها على قد ما هو في الجو العام للحفله. تمام. لان الحفله بتبقى يعني فيها نوع من الضبابيه في الفهم في الاول، لان اللي جاي مش عارف بالظبط هو يسمع موسيقى عربيه ولا موسيقى كلاسيك. هم داخلين مع بعض. هم داخلين مع بعض. فانا بختار مثلا اسم زي شهرزاد كموسيقى معروفه لريمسكي كورساكوف، وبقوم مصدره كمشهد للجمهور الغربي اللي جاي، انك هتسمع شهرزاد بس بشكل عربي. فهو جاي على ده.
وعلى النقيض الجمهور العربي صدر لي فكره ان في مؤلفات لعبد الوهاب والفيروز والام كلثوم، فبرضه بيبقوا جايين على ده. لما بيخشوا بقى المسرح بيكتشفوا ان ده موجود وده موجود بس بشكل مختلف، مش بالشكل اللي متعودين عليه. وطبعا اهم حاجه في الموضوع دوت ان انا ما استخدمتش الغنى، يعني مفيش حد بيغني، انا كلها موسيقى آلية فقط، موسيقى بستعمل الاجزاء الموسيقيه اللي في الاغنيه وبوظفه جوه الاوركسترا ومع الالات الشرقيه، لكن مفيش معانا مغني. وده كان برضو تجربه جديده لان هم حافظين طبعًا الاغاني بكلماتها طبعا، فانا ما عملتش كده. انا لا، علشان برضو ما يبقاش ايه، لو حد ما بيعرفش عربي ما يجيش يقعد يسمع اغنيه بالعربي هو مش فاهم كلماتها. وهم بيبقوا عشاق للموسيقى، موسيقى كمان جميله ان الناس تسمعها. الحقيقه يعني الوقت كالعاده بيسرقنا من كل حاجه حلوه، لكن خلينا نختم معاك. تحب تختم بايه؟ والله انا كان نفسي اعزف حاجه غربي علشان برضو اوري الناس الفرق ما بين الموسيقى العربيه بتاعتنا اللي مكتوبه. اللي انا دلوقتي عزفت حاجتين شرقي كمانجا، نسمعهم جزء غربي وبرضو يعني يبقوا عارفين الكمانجا بيتكتب لها حاجات كلاسيك حلوه جدا يعني. طيب يعني انا هشكرك الاول طبعا جدا، نورتنا بجد، ونبقى سعداء بجد وانتوا كده بتنوروا في اي مكان خارج مصر وبالذات الموسيقى الحلوه. وهنتابعك بقى يعني كل ما تعمل حاجه حلوه تيجي كده وتسمعنا يعني. اكيد باذن الله. خلاص بشكرك دكتور محمد شراره او الفنان محمد شراره. نسمع معاك. Thank you.